جاد ما بيحب المفاجآت، وخصوص اللي بتأخره عن المواعيد. من سيارة بيو والقطعة على الطريق لنطرة التاكسي، وهو وحظه مين بيطلع له. فقرر يجيب سيارة ويرتاح. للتقسيط بنك عوده وضح له كل التفاصيل، فايده كيف تشتغل، دفعات الشهرية وشو بتتضمن. وقت كل شي بيوضح على الورق بتصير فكرة السيارة حقيقة، وبيقطعوا كل سنين التقسيط بلا مفاجآت. قرض السيارة بكل وضوح، البنك عوده.